نتوقع مباراة كبيرة لأننا وصلنا إلى المرحلة اللي ضم أفضل أربع فرق في البطولة. اليوم يلعب البلو مون مانشستر سيتي ضد نادي الريدز ليفربول، أحد أكبر الأندية الإنجليزية. أتوقع بأن نشاهد مباراة رائعة بين فريقين من الأفضل في العالم. ستكون منافسة قوية، أكيد سيكون من هناك دوافع الفريقين بأن يثبت كل منهما بأنه أفضل من الآخر. المباراة تنطلق بأقدام لاعبي ليفربول. روبرتو فيرمينو، رمية تماس لليفر، جوردن هندرسون، جيمس ميلنر، توقع ممتاز لاستخلاص الكرة. الحكم كيفن دي بروين، يا كيفن دي بروين، فرصة تضيع والكرة بتعدي. المرمى تنافس كبير في مباراة اليوم، ما راح يكون من السهل على مان سيتي الفوز في هذا اللقاء. رودريجو، الكرة تعود إلى ليفربول، زينشينكو، روبرتسون، روبرتو فيرمينو، تدخل بشكل سليم، شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة، يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن، رودريجو، محاولة لكن الحارس يتصدى لها بكل سهولة، بخلصها ببعدة بعيدة بمبدأ الأمان. جون ستونز، كايل ووكر، رياض محرز، روبن دياز، تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة، تدخل ممتاز بخلص الخطورة من منطقته. رحيم ستيرلينغ،
تدخل بشكل سليم. شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. لاعب بيقطع الكرة وبيبعد الخطورة. فيرجيل فان دايك. تمريرة تفتقد الدقة، كرة بتقطع بكل سهولة. رياض محرز. هجوم من مانشستر سيتي. فرصة للتقدم في النتيجة من الضربة الركنية. يضرب الآن يا رب، ممتازة التصويبة. شوف كيف لعبها، شوف كيف راحت، مرت بجانب المرمى. رحيم ستيرلينغ، ضربة حرة لليفربول. فيرجيل فان دايك. محمد صلاح، عرضية في العمق. ساديو ماني. جماهير تستفز اللاعب. رحيم ستيرلينغ، جواو كاسيلو، رمية تماس لليفربول. جوردن هندرسون، كرة ستعود مرة أخرى من التماس. محمد صلاح، جابريل جيسوس بيعدي فيها. كرة تتشتت من فان دايك. الوقت بدل ضائع دقيقتين فقط. مان سيتي يهاجم. والتمريرة. كيف دي بروين. فرصة أمام المرمى. يا رب. هدف للسيتي. الشوط الأول بالنسبة لمانشستر سيتي، توقيت مهم للتسجيل. لنشاهد الهدف من زاوية أخرى. ساديو ماني. الشوط الأول ينتهي بتفوق الفريق بفارق بسيط، نتيجة إيجابية. عليه يحمل على البناء عليها في شوط المباراة الثاني حتى مباراة الإياب لكي يضمن تواجده في النهائي في هذه البطولة. قد تأتي الحلول من دكة البدلاء، الأوراق الرابحة، ومدرب يدخل لاعب بديل على أمل العودة في المباراة. ينطلق الشوط الثاني الآن في ملعب الاتحاد. زينشينكو، كرة تعود إلى الخلف. رودريغو، كيفن دي بروين. كرة مقطوعة. دفاع بدني، شوف الالتحام القوي على الكرة. كرة جميلة لكن تقطع. يبدو بأن السيتي سيقوم بتبديل في الدقائق المقبلة. اعتراض للكرة، يستعيد الكرة في وسط الملعب. رياض محرز، جابريل جيسوس. يا سلام على التحرك، شوف التوقع، شوف اعتراض الكرة بشكل سليم. روبرتو فيرمينو. رياض محرز. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. في تبديل منتظر في صفوف ليفربول مع أول توقف للكرة.
كيفن دي بروين، رحيم ستيرلينج، يا سلام على العرضية. شوف التعامل، شوف ابعاد الكرة عن الفريق. حارس المرمى بيسيطر عليه بكل هدوء. محمد صلاح، جيمس ميلر، جواو كاسيلو، كوناتي، حلو من الدفاع، خلص افتكاك الكرة السابقة. كرة تصبح في سيطرة الفريق المنافس. فيرجيل فان دايك، رياض محرز، روبرتسون، حلو الكرة إلى الطرف. تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. لعب يقطع التمريرة قبل ما تشكل خطورة. لاعب يسقط على أرضية الملعب. يبدو بأن هناك أيضا إصابة في العضلة. نتمنى بأن تكون الإصابة بسيطة وأن يستطيع اللاعب أن يكمل ما تبقى من زمن هذه المباراة. كرة إلى رمية التماس من المدافع، يمنع من خلالها الخطورة على مرمى فريقه. واضح أن المدربين الآن يبحثون عن تغيير في أرضية الملعب، تغييرات في نفس التوقيت. غوندوغان، رياض محرز، كيفن دي بروين، ممتازة الكرة العرضية، حولها براسه في المرمى، حط الكرة، حط يا لعيب يا لعيب. شوف الهدف من جديد، انظر إلى المهارة في وضع الكرة داخل الشباك، رأسية مثالية رائعة، تشعل الملعب والمدرجات، في فنيات واضحة في هذا الهدف. هدف ملعوب جاء من لاعب جماعي مميز. محمد صلاح، كرة مانشستر سيتي، عرضية خطيرة لكن المدافع كان أقرب. كرة بتتخلص بشكل ممتاز. تماس لصالح مانشستر سيتي، إعادة للهدف، الفينش ممتاز، النهاية حلوة للكرة الماضية. رحيم ستيرلي، جيسوس، مستحيل مان سيتي يسجل. مشاهدينا، اعتقد بان اللقاء قد حسم وسيكون من الصعب العوده في النتيجه بعد هذا الفارق. هو عارف وين يوقف، وين يتمركز، كيف يتصرف ويخلي الشباك تهتز نظره اخرى نشاهد من خلالها كره الهدف. توقع ان تكون المباراه صعبه على السيتي، لكن السيتي قدم مباراه كبيره اليوم، سيطر عليه بشكل كبير، نجح في حسم الامور لمصلحته بنتيجه واضحه الان. لاعب السيتي يستعد لدخول ارضيه الملعب. جيمس ميلر، حتى اللحظه ما شفنا حارس المرمى وكانه موجود في الملعب. اعتقد ان المشاهدين طيب على الاقل نشوف شو لابس. كيفن دي بروين، جواو كاسيلو،
الابتلاء. ليفربول ينتظر توقف المباراة من أجل إجراء تغيير. رياض محرز تدخل بشكل سليم. شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. رياض محرز محاولة خطرة. جويل ماتيب يبعد الكرة. أعتقد قريبي أن المباراة تنتهي بالفعل حتى قبل صفرة النهاية. لا يمكن أن يعود الفريق الخاسر في هذه اللحظات المتبقية من المباراة. حكم بيضيف دقيقة واحدة لعمر اللقاء. الحكم يطلق صافرة معلنة لنهاية اللقاء. فوز مريح بثلاثة أهداف نظيفة. انتهت الجولة الأولى من السيمي فاينل. انتصار مهم يرفع الروح المعنوية، يعطيهم ثقة أكبر قبل مواجهة الإياب واللي راح تحسم التأهل وتحدد هوية المتأهل إلى المباراة النهائية. ما زال هناك 90 دقيقة أخرى.